أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نشرة الخامسة من قناة ليبيا ونبدأها بالعناوين. النجار يقول إن المرحلة الحالية تتطلب زيادة قدرة المختبرات المعملية والحملات التوعوية. اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا بسرت تعلن تسجيل أول إصابة بالفيروس في المدينة. فروع جهاز الشرطة الزراعية تجتمع في درنة لبحث سير عملها والمشكلات التي تواجهها. إلى التفاصيل. قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن المرحلة الحالية تستوجب الاهتمام بزيادة قدرة المختبرات المعملية مع الاستمرار في عملية الرصد ومتابعة الحالات المخالطة مصحوبة بتكثيف الحملات التوعوية المجتمعية. جاء ذلك خلال زيارته لفرع المركز الوطني بمدينة مصراتة للوقوف على الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ومناقشة عدد من الملفات بالخصوص. هذا واطلع النجار على آلية عمل الفرع في مكافحة الجائحة والإمكانيات المتوفرة والتي لا زال العمل جار على توفيرها لتسهيل العمل داخل الفرع، وكذلك تفقد آلية العمل داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز في مصراتة واحتياجات المختبر من أجل زيادة السعة التحليلية خلال اليوم الواحد. هذا وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس تسجيل 110 إصابات جديدة في ليبيا، 68 منها حالات جديدة و42 حالة لمخالطين. وأوضح المركز في بيانه اليومي تسجيل 3 حالات شفاء من مدينة سبها وحالة وفاة واحدة من مدينة الجفرة. مستجدات فيروس كورونا في ليبيا وتفاصيل الوضع الوبائي نتابعها في التقرير التالي. يواصل فيروس كورونا اجتياحه دون كلل أو ملل، دافعا الوضع الوبائي في ليبيا إلى حافة الهاوية. 110 إصابات جديدة أعلن عنها المركز الوطني هي نتيجة تحاليل 1363 عينة، 68 منها حالات جديدة و42 حالة لمخالطين، فيما يزداد تفشي الفيروس في مناطق ومدن مختلفة في أنحاء ليبيا. أعلن المركز الوطني بتفصيل الوضع الوبائي أن الفيروس سجل إصابات في 16 منطقة ومدينة، النصيب الأكبر منها كان لمدينة طرابلس التي سجلت 34 حالة ومدينة مصراتة التي سجلت 33، فيما سجلت 7 حالات في مدينة سبها و5 حالات في الخمس و9 حالات في ترهونة، بينما سجلت مدينة الزاوية 4 حالات و3 حالات في مدينة زليتن. أما بلدية بنت بيا فقد سجلت حالتان و3 حالات ببلدية الغريفة وحالة واحدة في وادي عتبة، كذلك 3 حالات في بنغازي، وسجلت حالة واحدة في كل من ككلة وتراغن وسرت وطبرق ومسلاتة. المركز الوطني أعلن في ذات البيان عن تسجيل 3 حالات شفاء في سبها ليكون إجمالي المتعافين 504، إلى جانب حالة وفاة واحدة من مدينة الجفرة. مع تصاعد المخاوف من تغول الفيروس في عموم ليبيا، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 2424 حالة والوفيات إلى 57، فيما يواصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تجديد مطالبه للمواطنين المتواجدين بالمناطق التي يتفشى فيها الفيروس باتباع الإرشادات الوقائية وعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين وصولا إلى استقرار الوضع الوبائي. أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا في بلدية غريان اليوم وفاة مصاب بالفيروس، وأوضحت اللجنة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المتوفي تم تشخيصه باعتباره يعاني من نزلة برد حادة ساءت على إثرها حالته الصحية، ليتبين بعد سحب عينة منه أنه مصاب بفيروس كورونا.
وفي سرت أعلن رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا مدير أمن سرت العميد جمال عطي الله تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المدينة اليوم، مشيرا إلى أن الحالة المصابة تعود لامرأة تبلغ من العمر 38 عاما من مدينة سرت، فيما يقوم فريق الرصد والتقصي بحصر المخالطين للحالة المصابة وجمع عينات المسحة الأنفية منهم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة سرت السيد عبد الله لحول رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا. سيد عبد الله أهلا وسهلا بك في نشرة الخامسة. أهلا وسهلا بك. بداية ضعنا في تفاصيل الإصابة الأولى في مدينة سرت بفيروس كورونا. الحقيقة أن الإصابات كانت من يوم 6/7 وهي تتوالى في مدينة سرت. طبعا الإصابات السابقة لم تكن من مدينة سرت، كانت من خارج مدينة سرت، اللي هي الأولى، الحالة الأولى كانت من الجفرة والحالة الأخرى من العامرة بلدية هراوة. اليوم بالنسبة لحالة أمس هو سجلت لعنصر طبي الحقيقة مخالط للحالات، وكانت موجبة بالتحليل التأكيدي للبي سي آر. طبعا الأعراض خفيفة عند الحالة السيدة الطبيبة الحقيقة، وتتمتع بصحة جيدة، هي طبعا مخالطين معها زوجها والأبناء. ونفس أعتقد أن حتى هي طبيبة نعم هي طبيبة في أي قسم؟ هل مثلا تعمل في قسم الطوارئ قسم الأمراض الباطنية في مستشفى سينا؟ وقامت المدة، هل قامت المدة الماضية بعلاج بعض المواطنين في المدينة، الأمر الذي يتسبب ربما في عدد كبير من المخالطين للحالة؟ الحقيقة الآن الوضع الصحي بالنسبة للكورونا في ليبيا بالكامل، الوضع الآن نتيجة عدم إجراء التحاليل العديدة الكافية كما أوصت منظمة الصحة العالمية، فإن يوجد عدم تسجيل حالات، يعني في الشارع تلقى حالات في الحقيقة أكثر من اللي منظور اللي معمول له الفحص. لذلك الآن المخالطين في العيادات، وهي تقريبا العيادات الخاصة، ما يمروش بالترياج اللي هو التمييز بين المعرض للإصابة والغير معرض للإصابة، في استهتار من المواطنين، في عدم لبس الكمامات، في عدم التعقيم، في عدم تصديق بأن المرض موجود حقيقة. نعم. لذلك الطبيب يتعرض في القطاع الخاص وفي القطاع العام يتعرض نتيجة التزام المواطنين. نعم، الطبيب يتعرض للإصابة كما قلت، الطبيب يتردد عليها المواطنون، هل هذه الطبيبة المصابة الآن تردد عليها في الفترة الماضية عدد من المواطنين؟ وهذا الآن نبحث عنه الحقيقة. عندنا فرق الرصد والتقصي تبحث عن المخالطين من المرضى في بعض الأماكن الخاصة، في بعض العيادات الخاصة اللي عملت فيها الطبيبة في الفترة السابقة، ونبحث عن الحالة الصفرية كذلك تقريبا تعرفنا عليها. اليوم تم أخذ عينات كثيرة من المخالطين. كم تقريبا العدد؟ تم فحصها بالتأكيد. تقريبا العدد كم التي تم العينات التي تم سحبها للمخالطين حتى الآن؟ لحد الآن هي مازال مستمرة، هي لحد الآن في 20 تقريبا. كلجنة عليا، نعم فيها نعم، كلجنة عليا لمكافحة كورونا في سرت، ما هي إمكانياتكم من ناحية إجراء عدد كبير من التحاليل؟ هل لديكم الإمكانية الكافية؟ الآن وضعت يدك على الجرح الحقيقة. هذا تكلمنا عليه في السابق واشتكينا وملينا من الشكوى الحقيقة. الآن الحقيقة الإمكانيات ضعيفة جدا. توجد الإمكانيات للأطباء الحقيقة، اللبس اللي يسموا فيه اللبس الوقائي، لكن لما نحتاج إلى فحوصات الحقيقة ضروري نبعثها لمسافات طويلة 500-600 كيلومتر حتى نحصل على ثاني أو ثالث يوم من الإرسال إلى حقيقة. في حتى بعض الأحيان لا تأتي، لا يرد علينا طبعا. أخيرا سيد عبد الله، وفي ظل نقص هذه الإمكانيات،
إلى من توجهون النداء لتوفير كل هذه الإمكانيات وبعد تسجيل أول إصابة في المدينة؟ عندنا الوزارة الصحة الحقيقة في الحكومة الجديدة، وعندنا المركز لمكافحة الأمراض في طرابلس واتصلنا به وهو زميلي الحقيقة ومتعاون جدا، لكن ما يبدو أنه حتى ما باليد حيلة، حتى هو عندنا نقص نفس الشيء، ولا زلنا نسعى لتوفير جهاز تحليل البي سي آر في مدينة سرت، لأن عندنا البنية التحتية موجودة والأجهزة القديمة موجودة، لكن نحتاج إلى تحديث الجهاز إلى الريل تايم هذا البي سي آر. نعم، رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا في مدينة سرت سيد عبد الله الأحول كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نكمل نشرتنا مشاهدينا، حيث أعلنت لجنة أزمة مجابهة كورونا بمدينة زليتن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت داخل المدينة. أوضحت اللجنة أن المختبر المرجعي زليتن أجرى 52 مسحة أنفية، جاءت نتائج 34 منها سالبة، في حين كانت نتائج 18 عينة موجبة، 14 منها من داخل زليتن وثلاثة من خارجها وعينة مكررة لحالة لم تشفى بعد. أما في بنغازي فقد قال مدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي فادي فرطاس أمس أنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا. وأكد فرطاس في تصريح للمكتب الإعلامي بالمركز الطبي أنه تم إدخال 5 حالات إلى قسم العزل ببرج الأمل، موضحا أنها تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في قسم العزل بالبرج إلى 14 مصابا. وفي بنغازي أيضا قامت الغرفة المركزية بالخدمات الصحية أمس بتكليف 3 فرق صحية لتتبع المخالطين وحصرهم واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة حيالهم. وأكد فريق الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالغرفة المركزية أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة تواصل تأدية مهامها في تتبع وحصر المخالطين للحالات المصابة والمؤكدة بفيروس كورونا. وفي السياق ذاته قام فريق الرصد والتقصي بلجنة مجابهة فيروس كورونا في بلدية الغريفة بأخذ عينات من خلال المسح العشوائي بالمركز الصحي غرارة. وأوضحت بلدية الغريفة أن فريق الرصد والتقصي تمكن من سحب أكثر من 120 عينة داخل محلة غراغرة، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي ضمن الحملة التي أطلقها فريق الرصد ببلدية الغريفة. وإلى درنا، حيث نظمت في المدينة على مدى يومين متتاليين فعاليات ورشة عمل حول كيفية إدارة الأزمة تجاه فيروس كورونا المستجد والتقليل من تأثيرها على المستوى الإقليمي والعالمي والمحلي. الورشة استهدفت أعضاء اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنا وفريق الرصد والاستجابة الأولية وفرق العزل الصحي، وكذلك عدد من منتسبي جمعية الهلال الأحمر فرع درنا ومفوضية الكشافة والمرشدات. ورشة العمل في كيفية إدارة الأزمة وتقليل من تأثيرها على المستوى الإقليمي والعلمي والمحلي. اليوم طبعا استهدفت هذه ورشة العمل فريق رصد والاستجابة الأولى، أعضاء اللجنة الاستشارية، الكشافة والهلال الأحمر. هذه الدورة تعتبر الثانية من نوعها، حيث أقيمت الدورة الأولى خلال الأيام الماضية بمدينة شحات بنفس الأهداف المقامة لأجلها. أيضا تستهدف هذه الدورة كيفية إدارة الأزمة حيال الوباء، أي كان، سواء وباء كورونا أو غيره من الأوبئة الأخرى. قام مكتب الصحة في بلدية الحوامد بتوزيع الدفعة الثالثة من الأدوية المزمنة لأمراض ضغط الدم والسكري على المراكز الصحية بمناطق أولاد محمود والغزاية والحوامد الجبل. وقال القائمون على عملية التوزيع لقناتنا إن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام الصحي للبلدية بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين، خاصة في ظل ما تعانيه المراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية الضرورية.
تم حضورنا لمكتب الخدمات ومخزن الأدوية ببلدية الحوامد، وتم استلام كمية بسيطة من الأدوية والمستلزمات الطبية. أمل من الأخوة في المسؤولة في الصحة توفير الكميات الأدوية التي تتطلب المواطنين. ومنطقة الغزاية تعتبر منطقة حدودية على نهاية الحدود التونسية الليبية، ولا يتوفر فيها امداد طبي ولا صيدليات تجارية. عقدت إدارة فروع جهاز الشرطة الزراعية بالمنطقة الشرقية اجتماعها الأول في مدينة درنة لمناقشة العديد من الإجراءات المتعلقة بالجهاز. كما استعرض الاجتماع المشكلات والصعوبات التي تواجه سير عمل الفروع بالمنطقة الشرقية والوسطى ومنطقة الجنوب الشرقي، وتم التطرق إلى العديد من المواضيع أهمها إعادة النظر في هيكلة الجهاز وتوفير المتطلبات اللازمة له. وافقنا إلى اجتماع في مدينة درنة، ونشكر أهالي درنة والمجلس البلدي درنة وحكماء درنة على هذا الاستضافة الاجتماع، واللي فحوا الاجتماع اليوم على تقديم المذكرة لمجلس رئيس الوزراء لتذليل الصعاب والإمكانيات وتوفير الإمكانيات للشرطة الزراعية، والسيد رئيس وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية تحت نفس النظام. نقدموا لهم مذكرات ونشوفوا الحل في المشاكل اللي سيرات في جهاز الشرطة الزراعية بصفة عامة، يعني للوقوف بحيث أن الجهاز يؤدي اللي في قدرته على أكمل وجه وتنفيذ القوانين الصادرة عن اللوائح إن شاء الله. الشرطة الزراعية تعاني من جميع الإمكانيات، بإمكانيات ما فيش. يمكن أعطونا نحن 14 فرع و14 دوريات مركزية، أعطونا 14 سيارات ما سدناش، ما فيش قرطاسية، ما فيش ميزانيات، ما فيش شيء، ما فيش حاجة في الشرطة الزراعية. عقد مدير أمن شفار العميد عبد الناصر طيف اليوم اجتماعا مع مساعد شؤون العامة والأمنية ورئيس قسم المرور وجميع الوحدات التابعة للمديرية، وتطرق الاجتماع إلى وضع خطة أمنية لتفعيل جميع الدوريات بالطرق العامة والفرعية لتسيير حركة المرور وتطبيق القانون ضد المخالفين ووضع دوريات أمام الأسواق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وشدد مدير الأمن على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وضرورة ارتداء الكمامات وغيرها من وسائل الوقاية ومعاملة المواطنين معاملة حسنة واحترام حقوق الإنسان. هذا ووضعت مديرية أمن شحات خطة أمنية متكاملة لتأمين البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتأتي هذه الاستعدادات في إطار تأمين البلدية ومنع أي خروقات أمنية محتملة خلال عطلة العيد بناء على تعليمات من مدير أمن شحات العميد محمد فرج. وعقد مدير أمن شحات اجتماعا أمنيا مصغرا لوضع اللمسات الأخيرة على خطة التأمين الشاملة، وذلك لحفظ أمن واستقرار البلدية ضمن النطاق الإداري للمديرية. هذا وبتعليمات من مدير أمن راس لانوف العميد إدريس الصعيد تم تفعيل وحدة المرور والتراخيص بمنطقة هراوة، وذلك تسهيلا على مواطني المنطقة لإتمام إجراءاتهم دون الحاجة للسفر إلى مناطق أخرى. هذا وبدأت الوحدة في قبول طلبات المواطنين لإجراء امتحانات الحصول على رخص القيادة بمختلف درجاتها. فعلت مديرية أمن راس لانوف وحدة مرور هراوة، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين بالمنطقة لإتمام إجراءاتهم دون الحاجة للسفر لمناطق أخرى. قمنا بإجراء امتحانات رخص القيادة، طبعا لأول مرة احنا نقوم باستخراج رخص القيادة عن طريق مديرية أمن راس لانوف التي بدورها كلفت لجنة من مرور واحد مرور بن جواد برئاسة مكتب ترخيص سعد ضابط فتحي صالح الذي يقوم بالإشراف على استخراج رخص المواطنين. الوحدة بدأت الخميس في قبول طلبات المواطنين لإجراء امتحانات الحصول على الرخص سواء الدرجة الأولى أو الثانية، وإتمام إجراءات السيارات والحصول على لوحات معدنية لها. كما تلاحظون الآن أمامكم يقوم الطلبة بإجراء هذه الامتحانات لكي يتحصلوا على رخصة درجة ثانية تحت إشراف لجنة مكلفة من مديرية أمن راس لانوف والمتمثلة في وحدة مرور بن جواد
وكما قمنا أيضا باستلام الملفات لإكمال إجراءات المركبات الآلية داخل نطاق بلدية هراوة بخصوص وحدة مرور هراوة. واستقبلت الوحدة عددا كبيرا من الشباب الراغبين في استخراج الرخص، وأجرت لهم الفحوصات الطبية وامتحان الإشارات المرورية وامتحان القيادة. أقيمت بمسرح التضامن الاجتماعي في جدابي احتفالية لتكريم خريجي الدفعة 52 بكلية العسكرية. الاحتفالية أقيمت بإشراف وتنظيم من المجلس الأعلى السياسي والاجتماعي لقبيلة زوية، وحضر الحفل آمر منطقة الخليج العسكرية ومدير أمن جدابية ورئيس إدارة التوجيه المعنوي في المدينة وعدد من ضباط القوات المسلحة وأعيان ومشايخ مدينة جدابية. طبعا التكريم هذا من المجلس الأعلى السياسي والاجتماعي للقبيلة، هو اللي أشرف عليه هذا التكريم برئاسة الشيخ السنوسي الحليق، والتكريم حضرات جميع الجهات الاعتبارية والمشايخ والأعيان والمنطقة كلها. وأنا بالمناسبة نشكر كل من حضر هذا الاحتفالية، وطبعا احتفالنا اليوم احتفلنا بأبنائنا وأبناء القوات المسلحة وأبناء ليبيا بالكامل. طبعا نحب أن نبلغ كل الناس، والناس أكيد يعرفوا أن مؤسسة عسكرية لا تبنى على قبيلة، ولكن من حق أي قبيلة لما يكون عندها خريجين من المؤسسة العسكرية أن تفخر بهم، لأن هذه المؤسسة تزج بأبنائها الخريجين في معارك الشرف والعز للدفاع عن الوطن. طبعا نحب نشكر قبيلتي على رأسها الشيخ السنوسي حليق شيخ القبيلة، ونحب نشكر القيادة العامة وعلى رأسها سيدي القائد العام المشير أركان حرب خليفة بن جاسم حفتر الذي وضع علينا الأمال، وإن شاء الله نكون قد ثقته وحنبذل قصار جهدنا ولن نترك سلاحنا حتى آخر قطرة دم. مستمرون معكم مشاهدينا وتتابعون بعد الفاصل. المستشار صالح يبحث مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء أوضاع الشبكة الكهربائية. أهلا بكم من جديد. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2300 مهاجر محتجزون حاليا في ظروف صعبة داخل ليبيا، مع مخاوف جدية بشأن صحة وسلامة المهاجرين في مراكز الاحتجاز. وأفادت المنظمة بأنها قامت بحملة شاملة للنظافة والصحة في مركز احتجاز سوق الخميس في الخمس، وقدمت مساعدة طارئة لأكثر من 300 مهاجر محتجز في المركز، اشتملت على مراتب جديدة ومواد إغاثة أساسية وملابس وأدوية ومستلزمات النظافة. التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمنطقة القبة صباح اليوم رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الليبية فخر المسماري. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة لقناتنا إن المستشار صالح ناقش مع المسماري أوضاع الشبكة الكهربائية والمشكلات والصعوبات وآلية وضع الحلول لها، مضيفا أن رئيس هيئة الكهرباء أطلع رئيس مجلس النواب على آخر الاستعدادات والتجهيزات
قبل حلول فصل الشتاء القادم. هذا وأثنى المستشار صالح على عمل الهيئة والمجهودات التي تقوم بها لحلحلة كافة المشكلات المتعلقة بالكهرباء. نجحت منطقة سبها العسكرية في ضمان استمرار تدفق الوقود حتى محطات جنوب سبها في خطة وفرت الوقود بالسعر الحكومي لكل سكان المدينة. القوافل تأتي بشكل منتظم من مستودع راس المنقار في بنغازي، وتقوم الخطة على تعبئة كل مواطن لسيارته مرة كل 6 أيام، ويأمل الجميع في أن تنجح الخطة في القضاء على أزمة الوقود قبيل عيد الأضحى المبارك. المزيد في سياق التقرير التالي. إلى الجنوب من مدينة سبها تواصل قوافل وإمدادات الوقود القادمة من مستودع رأس المنقار عملها ضمن الخطة التي وضعتها منطقة سبها العسكرية للقضاء على أزمة الوقود التي عانى منها سكان الجنوب زمنا، وتسعى لتشغيل المحطات على مدار 24 ساعة. وقت الحالي المحطة 100% ماشية، حاجة كيفيتهم زي ما مرت منها شو نحتاج ما علينا شيء هيك، وماشي والناس تنفست فهمت. كان ممكن حي هذا كان يدير الزاز الشوله الثانيه زياده 2 ولا اسبوع تلقى الشوله فاضي. كويس ماشي ما فيش مشكله، بكره ما في حتى واحد شرطي ولا عسكري ولا حاجه، ناس مدنيه وامورها 100% وناس متفاهمه وكل شيء وماشي. وعند الساعه 12 عند الساعه 1 والله ما لازم تجي الساعه 1 تشيل ما فيها اكثر من 10 سيارات. تقوم خطة المنطقة العسكرية على وضع نظام لتسجيل السيارات بحيث يمكنها تعبئة الوقود مرة كل 6 أيام، ويتزامن ذلك مع توفير حماية للمحطات العاملة لتتمكن من العمل حتى في ساعات الليل المتأخرة. الجميع هنا متفائل بالخطة الجديدة. الكميات حتى هي الحمد لله توفير كميات متوفرة، كل محطة عندها كميات موجودة في المستودع، السيارات تجي من راس المنقار خاصة بالمحطات. هاي دايرين تو نظام تاع البطاقات، نصرفوا له كارت بطاقة عليها رقم المحطة وشعار المحطة وتاريخ التعبئة 5 أيام يوم السادس يجي عبد. والله لو المحطات العشرة توفر الأزمة حتنحل قبل العيد. استهدفت خطة المنطقة العسكرية 10 محطات في مرحلتها الأولى، يقع تزويدها بالوقود مباشرة من مستودع راس المنقار، وفي حال نجاح استمرار عملها سينعكس ذلك إيجابا على سعر الوقود في السوق السوداء التي طالما سيطرت على قوت سكان المدينة الذين يأملون أن تنجح الخطة في توفير احتياجاتهم من الوقود. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي سبها. قامت بلدية بنغازي بأعمال الرصف للطريق الرابط بين طريق العروبة وطريق الدائري العاشر بمنطقة سيدي خليفة. وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية أن أعمال الرصف أجريت بتنفيذ شركة ربوع السهل للمقاولات وبإشراف ومتابعة من مكتب المشروعات بالبلدية وجهاز تنمية وتطوير المدن. وأشار إلى أن هذه الأعمال تندرج ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني. أما الآن إلى سعر صرف الدينار الليبي مقابل بعض العملات الأجنبية. الآن إلى العناوين. النجار يقول إن المرحلة الحالية تتطلب زيادة قدرة المختبرات المعملية والحملات التوعوية. اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا بسر تعلن تسجيل أول إصابة بالفيروس في المدينة. فروع جهاز الشرطة الزراعية تجتمع في درنة لبحث سير عملها والمشكلات التي تواجهها. نهاية النشرة مشاهدينا، للقاء.